السلام عليكم. تعالى بقى النهاردة هنحل مشكلة كبيرة كانت موجودة معانا. دايما في مشكلة كبيرة كده بتقابلك في موضوع البي جي بي، ألا وهو الكونفيجريشن، وبالأخص الكونفيجريشن بتاعة الاي بي جي بي. بتحس انك لازم تعمل فول مش كونفيجريشن، واجي على الراوتر ده واربطه مع النيبر ده والنيبر ده والنيبر ده والنيبر ده، واجي على الراوتر اللي بعده نفس القصة. طب هل المشكلة الغلسة الرخمة دي ليها حل؟ ليها حل. حلها في حاجة اسمها الروت ريفليكتور. ايه هو الروت ريفليكتور؟ تعال نشوف يلا بينا مع بعض. لو تفتكر كده معايا من كام فيديو كان في حاجه كده بنشرحها اسمها بي جي بي سبليت هورايزون، فاكر انت؟ اكيد فاكرها، بي جي بي سبليت هورايزون. هتقولي لا مش فاكر، طب خليني يا عم افكرك. البي جي بي سبليت هورايزون كان بيحصل ايه؟ الراوتر بيقول لك، يعني مثلا راوتر زي راوتر 3 ده، يقول لك اي شبكة، اي راوتر جوه في الدومين بتاعك، يقول لك انا اي شبكة اتعلمها فيا عن طريق الاي بي جي بي عمري ما هبعتها لحد تاني. طب ليه يا عم؟ عشان ما يحصلش لوب، والحتة دي احنا كنا ناقشناها بالتفصيل وازاي بيحصل لوب، ارجع للفيديو بتاعها. لكن احنا كنا بنقول ان اي راوتر اتعلم شبكة، يعني مثلا راوتر زي راوتر 2 ده اتعلم الشبكات 211 و22 و33 فيا، هتقول لي لا ده اكسترنال بي جي بي. حلو، هل عادي جدا ان هو يبعتها بالاي بي جي بي للراوتر 3؟ عادي جدا، عادي جدا، مفيش فيها مشكله. وراوتر 3 هيشوفها، هيشوفها، مفيش اي مشاكل بالنسبه له. لكن المشكله هنا في راوتر 3، انه خد الشبكات دي بالاي بي جي بي، لما هيجي يطلعها للنيبور اللي هنا والنيبور اللي هنا، مش لما يجي يطلعها، هو اصلا مش هيطلعها. هتيجي تساله يا راوتر 3 انت ما طلعتش الشبكات دي، ده هتكسفنا مع الناس راوتر 4 وراوتر 5. يقوم يقول لك يا عم الحاج الله يهديك، انا الشبكات دي انا اتعلمتها عن طريق الاي بي جي بي، فانا مش هينفع اطلعها عشان ما حصلش لوب. البي جي بي سبلوت هورايزون بتلزمني بالنقطه دي، انا مش هعرف اعملها. طب الحل؟ كنا بنقول الحل في حاجه زي ايه؟ انك تعمل فول مش، يعني تيجي على الراجل ده وتقول له خد بالك الراجل ده نيبور عندك، وتيجي على راوتر 2 وتقول له شوف ده نيبور. حتى كنا بنقوله نيكست هوب سيلف، يعني يا راوتر 5 لما تحب تروح لراوتر 2 او تحب تروح للشبكات دي، تعامل دايركت مع راوتر 2، تمام؟ وتيجي برضو مع راوتر 2 تنشئ علاقه ما بينه وما بين راوتر 4. فكنا تبص تلاقي ان احنا بنعمل ايه، علاقه ما بين ده وده، وتيجي طبعا على ده تنشئ العلاقه هنا، تيجي علاقه ما بين ده وده، وتروح على راوتر 4 كونفيجريشن مع راوتر 2، وتيجي مع راوتر 4 تربطه براوتر 5، وراوتر 4 مع راوتر 3. فبتعمل حاجه اسمها فول مش بي جي بي. ليه يا عم بتعمل فول مش بي جي بي ده الكونفيجريشن دي؟ قال لك عشان اتغلب على البي جي بي سبليت هورايزون، ساعتها لما اربط راوتر 4 وراوتر 5 براوتر 2 دايركتلي عن طريق الكونفيجريشن، اقول لهم شوفوه هنا في الحاله دي راوتر 2 اتعلم الشبكات بالاي بي جي بي، فما فيش مانع بالنسبه له لو بعتها بالاي بي جي بي راوتر 4 وراوتر 5. ودلوقتي راوتر 4 وراوتر 5 هيشوفوا الشبكات 211 دي، او 211 و22 و33، هيشوفوها عن طريق ال اي بي جي بي، يعني لانها اتبعتت من راوتر 2 كده. دي الحاله الوحيده ان هم يقدروا يشوفوا حاجه زي كده، والحمد لله كده قدرنا نتغلب على المشكله دي. فكان دايما بنقول يا عم الكونفيجريشن كتيره ورخمه جدا، وبخاصه طب افرض يا معلم عندي رواتر كتير، يعني 50 راوتر 100 راوتر جوه هنا، لا ده احنا نقعد نلف حوالين نفسنا. طب مفيش حل، مفيش حل نتغلب بيه على الكونفيجريشن الكبيره دي؟ قال لك بس انت كده جيت في المكان الصح. ايه يا عم؟ قال لك الحل في الروت ريفليكتور. حتى من اسمه ريفليكت، هي ريفليكت، هي ريفليكت ايه بقى؟ بص يا معلم تعالى كده نشوف مع بعض الروت ريفليكتور ده هيعمل ايه. انا هاخد راوتر 3 وهشغله كحاجة اسمها روت ريفليكتور. حلو، حلو جدا. وهتنشئ علاقة في مشكلة اصلا، انت اصلا كده كده راوتر 2 هيبعت لراوتر 3 الشبكات اللي هناك دي بالبي جي بي زي الفل، زي الفل جدا. المشكلة ان راوتر 3 مش هيبعت الشبكات دي فيا الاي بي جي بي للناس دي. طب الحل؟ الحل انك تسطب راوتر 3 كروت ريفليكتور، وتخلي الراوترين التانيين سواء ده او ده
حاجة اسمها روت ريفليكتور كلاينت، يعني هتخلي راوتر 3 يشوف الناس دي. انا كونفيجريشن سهلة جدا، هو كوماند واحد بتعمله بس على راوتر 3، هتخلي راوتر 3 يشوف الناس دي كأنها كلاينت لي. كلاينت لي يعني يا راوتر 3 الناس دي كلاينت ليك، الناس دي مسموح لها انها تشوف الشبكات بتاعتك، مش هيحصل له ولا حاجة، ابعت لهم الشبكات اللي جايه لك بالاي بي جي بالاي بي جي بي. يعني انا كراوتر 3 ما اخافش؟ لا يا عم بتخاف. امال احنا عاملينك روت ريفليكتور ليه؟ عشان تظبط الناس دي وتبعت لهم الشبكات اللي عندك بالاي بي جي بي. في الحاله دي راوتر 3 هيبعت الشبكات اللي عنده بالاي بي جي بي للناس دي، ودي الحاله الوحيده اللي راوتر 3 فيها خد شبكات اتعلمها بالاي بي جي بي وبعتها بالاي بي جي بي، بس بعتها بالاي بي جي بي للروت ريفليكتور كلاينتس، الناس اللي احنا بنقول له ابعت لي دول بس. خدت بال حضرتك؟ طب هتقولي دي وفرت عليا في الكونفيجريشن ايه؟ وفرت عليك كتير. بص يا معلم، اولا كنت طبعا انت بتيجي تعمل فول مش هنا، تنشئ ده بده وده بده وده وده بده، وترجع هنا ده بده وده بده وده بده. كانت قصه طويله. لا هنا بص، انت تنشئ العلاقه ما بين كل واحد والنيبر بتاعه، يعني تيجي على الراجل ده تنشئ ده، تيجي على راوتر 2 هنعملها دلوقتي، وانت النيبر بتاعي وانت النيبر بتاعي، فول جميل. وتيجي على الراجل ده، انت النيبر بتاعي وده انت النيبر بتاعي، سهل زي ما بتنشئ اي حاجه. طب والراجل ده، انت النيبر بتاعي وانت النيبر بتاعي، بس كده الاي بي جي بي كده اشتغلت، او البي جي بي في الاوتونوماس سيستم اللي هو 64530 اشتغل. اشتغل، مش ناقصك بس غير انك تيجي على الزبون ده وتقف عليه وتقول له خد بالك النيبر ده روت ريفليكتور كلاينت. فمجرد ما بتكتب الكوماند ده على راوتر 3 كده، راوتر 3 لا ده انا كده بقى روت ريفليكتور. طب هل راوتر 4 حس ان هو كلاينت ولا اي حاجه؟ ولا حس باي حاجه. انت ليه كتبت الكوماند على راوتر 3؟ عشان راوتر 3 يبعت له الشبكات، فراوتر 4 اللي يهمه ان الشبكات اللي بره دي توصله بس، ليس الا. وراوتر 5 نفس الكلام، فتيجي على راوتر 3 تقول له النيبر ده روت ريفليكتور كلاينت، خلاص يعني ابعت لهم الشبكات. يا عم ابعت لهم الشبكات، وبقدره قادر يا معلم هتبص لقى راوتر 5 شاف الشبكات اللي بره دي، وكذلك راوتر 4. طيب انا بالنسبه للكونفيجريشن انا عاملها، مجهز اللاب ده، كل ما هنالك ان انا انشات علاقه البي جي بي او الاكسترنال بي جي بي بالراوترين دول، خليت الراجل ده زعل الشبكات اللي عنده، والراجل ده برضو زعل الشبكات اللي عنده اللي هي 70 و90 و80. طب الرجاله دي انت عامل على حاجه ثانيه ولا اي حاجه؟ حط الايبهات ومروت اس بي اف في الاوتونوما سيستم عادي جدا. بس هو ده اللي عامله. يعني هل انشات اي بي جي بي على راوتر 3 ولا راوتر 4 ولا ما عملتش اي حاجه؟ ده عشان كده انا جايبهم نعملهم مع بعض. يلا بينا نشوف الكونفيجريشن هنعملها مع بعض ازاي. تعالى معايا كده على راوتر 2، شوف الكلام اللي انا بقوله لك مظبوط ولا لا. قول له شو اي بي او شو ران سيكشن بي جي بي. ايه الاخبار؟ انا فعلا زي الشبكات اللي عندي اهي، للنيبر ده نيبر 10 وانا اهو الاوتونوماس سيستم كذا. هتقول لي زي فين الشبكات يا عم؟ يا عم ريديستريبيوت الشبكات اللي انت شايفها بالاس بي اف. طب هل راوتر واحد شايف الشبكات 70 و80 و90؟ والله يروح عليه. قول له شو اي بي راوت كده او شو اي بي بي جي بي، اهي 70 بالبي جي بي و90 و80 زي الفل. طيب انت دلوقتي وراوتر 2، راوتر 2 اهو شو اي بي راوت شايف الشبكات 200 111، جميل جدا 200 111 و222 و233. طب هل هو بعتهم لراوتر 3؟ هو انت اصلا انشأت علاقه ما بين راوتر 3 وراوتر 2؟ فتعال على راوتر 3 شغل البي جي بي بتاعه، قول له كونف تي، وقول له راوتر بي جي بي كام اوتونوماس سيستم 64530، وتقول له يا معلم نيبر، عندنا نيبر انا كراوتر 3 اللي هو 70.1.1.1 اللي هو راوتر 2 ده يا معلم معايا في نفس الريموت اوتونوماس سيستم بتاعي، ريموت اوتونوماس سيستم 64530. حلو خلاص كده. وهتيجي برضو على راوتر 2 نفس القصة، تعالى على راوتر 2
طب هل انا محتاج لنكست هوب سيلف؟ ما خلاص بقى، ايه فايدة الروت ريفليكتور يا راجل يا طيب؟ فتيجي هنا برضو تقول له كونفتي وقول له نيبور، اسف، راوتر بي جي بي 64530، وتقول له نيبور 70112، ده موجود معايا في نفس الأوتونوماس سيستم اللي هو 64530. المفروض الريليشن ما بينهم تقوم كده، انت انشأت العلاقة ما بين الاتنين دول. حلو قوي، تعال انشئ العلاقة ما بين راوتر 3 وراوتر 4 وراوتر 3 وراوتر 5 وتعال نشوف. طبعا انت هتستنى الريليشن هتقوم اهي بالظبط كده، تمام. تعالى وانت جوه لسه البي جي بي قول له بص يا معلم، في عندنا اتنين نيبر، نيبر 80.1.1.2، ده برضو موجود معانا في نفس الاوتونوماس سيستم اللي هو 64530، وعندنا برضو 90112. حلو جدا، هتيجي بقى على راوتر 4. خلاص اللعبة بالنسبة لك بسيطة، كونفتي هتقول له راوتر بي جي بي 64530، وما تنساش نيبر 80.1.1.1 في الريموت اوتونوماس سيستم 64530. المفروض الريليشن تقوم، بس خلينا نروح على راوتر 5. كونفتي راوتر بي جي بي 64530 نيبور 90.1.1.1 الريموت اوتونوماس سيستم كام يا معلم؟ 64530. تعالى كده على راوتر 3 نشوف المفروض في ريليشن ما بين راوتر 3 قامت وال 80112. جميل جدا، والمفروض ان في ريليشن تانية هتقوم مع ال 90112. نستنى لما الريليشن تقوم ونكمل، او اكمل الحته اللي بناقشك فيها. طيب انت دلوقتي يا راجل يا طيب، لو انت وقفت على راوتر 3، طبعا راوتر 3 انشا العلاقه مع راوتر 2، هل راوتر 2 هيبعت شبكات 211 و22 و33؟ راوتر 2 هيبعتها الراوتر 3؟ اه هيبعتها له، هو خدها اي بي جي بي من 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 راوتر واحد وهيبعتها اي بي جي بي، مفيش مشكله بالنسبه له، هو خدها باي وهيبعتها باي. طيب يعني انا دلوقتي لو واقف على راوتر 3 وقلت له شو اي بي راوت، هشوف الشبكات 211 و22 و33. المفروض اهي الشبكات اهي 211 222 233، ممتاز جدا. طب اجري كده يا معلم على راوتر 4 واتفرج اهو، دو شو اي بي راوت، ايه الاخبار يا كبير؟ هتلاقي مش شايف غير شبكات الاوز بي اف، الشبكات اللي شافها بالاوز بي. لا 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 يا عم، ده انا انشات علاقه اي بي جي بي، والله العظيم انا انشات علاقه ما بين الراجل ده اي بي جي بي ما بين الراجل ده والراجل ده، عشان الراجل ده يبعت لي الشبكات اللي عنده. يا حبيبي ما احنا قلنا هو راوتر 3 اتعلم الشبكات اللي هي 200 دي، راوتر ده بعتها الراوتر 2 بالاكسترنال بي جي بي، وده بعتها لده بالاي بي جي بي، فراوتر 3 اتعلمها، راوتر 3 خدها بالاي بي جي بي، يستحيل يبعتها لك برضه بالاي بي جي بي. طب في حل؟ ما خلاص، ما احنا عاملين الفيديو ده ليه؟ مش عشان حل الروت ريفليكتور. ازاي هتشغل راوتر 3 حتى ان هو هيرفلكت الراوتس، هيرفلكت ريفليكتور يعني عكس الشبكات اللي جات له دي، هياخدها يعمل لها ريفلكت لراوتر 4 وريفلكت لراوتر 5. طب سؤال، لما اجي انشئ ده وده كده بس، يعني ما خلوش روت ريفليكتور لده؟ اه عادي جدا مفيش اي مشكله، يعني ممكن تقول له ان وانت واقف على راوتر 3 تقول له ان النيبر 80112 ده روت ريفليكتور كلاينت، وده كلاينت، وده برضو كلاينت. طب اشمعنى ده؟ طب ليه؟ هو انت مش هتحسها هنا، بس هتحسها في ايه؟ افرض مثلا في اوتونوماس سيستم تاني هنا، وده مربوط بده، في برضه اوتونوماس سيستم تاني هنا، في راوتر هنا، وده مربوط بده. بالله عليك كده مش كده بقى اصبح المسار اللي هنا ده لازم يبقى بي جي بي كله بي جي بي، وبرضه المسار اللي تحت ده برضه لازم يبقى كله بي جي بي. طب انت، انا عايز اقول للراجل ده يا راوتر 3 انت خدت شبكات من الراجل ده،
خلاص دول بالنسبة لك كلاينت تبعت له. طيب افرض بقى الشبكات اتبعتت كده، وراوتر 4 انبعتها لده، حلو، وده انبعتها لده. طب ما احنا عايزين نعرف ده، عايزين نعرف الزبون ده الشبكات اللي جت من هنا ومن هنا، فنقول له يبقى راوتر 2 بالنسبة لك برضو كلاينت فبعت له. خدت بالك؟ فانت انشئ علاقة ما بينه وما بين كل النيبرز بتوعه. طيب ثانية واحدة، لا لا، انا عندي سؤال تاني. ايه يا عم؟ افرض كان في راوتر تاني هنا بعد ده، انت انشأت ما بين ده وده، وتعالى على الراجل ده برضه قول له ده كلاينت عشان تبعت له كمان. طب بس مش في اتصال مباشر؟ عادي جدا، مش في بروتوكول ترويج داخلي ما بينهم اصلا وشايفين بعض بالاوس بي اف، وكمان شايفين بعض بالاي بي جي بي؟ هيبعت له الابديت، هيبعت له الشبكات، وبالتالي كده انت ريحت دماغك. بدل ما تعمل فول مش، انت هتقف على راوتر واحد وتقول له ابعت لده وابعت لده وابعت لده وابعت لده. يبقى انت كده واد برنس، وحلينا المشكله الرخمه الكبيره اللي كانت بتقابلنا في الكونفيجريشن بتاعه البي جي بي. ما يلا بينا بقى نعملها كده عشان ايه نستمتع بيه. ادي راوتر 3 معلمي، سهله جدا الكوماند، مش عايز اقول لك في قمه التفاهه، حلو قوي. تقول له كونف تي راوتر بي جي بي كان كام يا راجل؟ 64530. وتقول له بص يا معلم، نيبور اللي هو اللي فوق ده اللي هو 80112 80.1.1.2 ايه بقى؟ تقول له ايوه اسف، روت ريفليكتور كلاينت. بس كده، بس كده، يعني معناه ده كلاينت عندك يا معلم، ابعت له. شوف الريليشن وقعت وقامت، جميل جدا. تعال على اللي بعده 90112 نيبور 90112، ده برضو ابعت له الشبكات اللي عندك اللي هو ما يعرفهاش. جميل، الريليشن وقعت وقامت، حلو قوي. كذلك برضو ما تجيب بقى راوتر 2 عشان بقى يعني لو الشبكه كبيره وفي شبكات زي ما احنا كنا رسمنا من شويه، فاقول له برضو 70111 اهو، امسح الاي بي ده، سهله. احنا ما خدناش في الفيديو ده غير الكوماند ده 70.1.1.1. ممتاز ممتاز، هي الريليشن هنا وقعت وقامت. طب افرض مفيش حاجه حصلت، هتعمل بس كلير اي بي بي جي بي ستار عشان الدنيا تفوق، تعمل على كل الراوتر بتاعتك عشان يتبعت لهم الابديت مره ثانيه. فتعالى نتفرج على راوتر 4، ولو كان الابديت ما اشتغلش قام وقع ومفيش شبكات وصلت، انا مضطر اعمل لراوتر 2 وراوتر 3 وراوتر 4 وراوتر 5 كلير اي بي جي بي ستار. قول له كده دو شو اي بي راوت. الله اكبر، الله اكبر على الجمال. بص يا عم اهو الشبكات اتبعتت اهي، ايه رايك؟ جميله جدا. طب راوتر 5 عشان برضو يعني ما احسش ان انا زعلان، شو اي بي راوت. يا سيدي يا سيدي، الله ينور والله، الله الله ينور. في النهاية أتمنى إنك تكون استفدت من الفيديو ده وفهمت يعني إيه روت ريفليكتور، وده من الدروس المهمة جدا في البي جي بي. يمكن وأنت بتعمل مقابلة في أي شركة بيقول لك هو الروت كده أهو، أي شركة أي إس بي أنت بتشتغل هتروح تشتغل هناك مثلا، أو بيعتمدوا في شغلهم مينلي على الإم بي إل إس والبي جي بي، هيقول لك توقع السؤال ده هيخبطه لك، يقول لك ايه هو ايه الروت ريفليكتور ده؟ طب بيعمل ايه؟ طبعا انت فاهم القصه بقى، يعني شفت الفيديو ده اكيد انت فاهم في قصه وتعرف ترد عليه كويس. اتمنى يكون الفيديو فاتك، اشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.